أنا دائما تفتح الخريطة وتتركها بهذا الشكل حتى تذهب إلى يعني أسياد التخصص الخاص بك. يعني لديك هنا دارك ألف، يعني هنا جن الظلام، دارك ألف أورك يعني الغول إذا اخترت تخصص الغول، ثم الكاميل إذا اخترت الكاميل يعني كاميل جايد، وهكذا واريور جايد للمحاربين. يعني حالة استبدال اختيارك. هناك مدن في يعني فيه جايدات أخرى، يعني معلمين آخرين موجودين بالمدن الأخرى، يعني خاص بشعبك وليس تخصصك، خاص بالشعب، يعني واريور خاص بالشعب البشر. صراحة change occupation to Ruby. إذن بوزيك، أنسى هذا الاسم، بوزيك of the village of Gludin. سوف نذهب إلى village of Gludin، سوف نبحث عن كابتن بوزيك. كالعادة قد نسيت الاسم. إذن village of Gludin ليست قرية بل هي مدينة، لذلك لن تجدها هنا بفيلاجس. فيلاجس يعني قرى، القرى. هذا جيت كيبر، يعني بوال حارس البوابة، هو المرسال. هذا تيليبورت، نبحث عن جلودين فيلاج، فيلاج في جلودين. هاهي موافق. إذا بما أننا وصلنا، طبعا الكابتن بوزيك سيكون في نقابة الخاصة بالشعب البشر، يعني واريور، واريور جايد. نذهب بنا واريور جايد، واريور جايد الخاص بالشعب البشر. هي كل شعب لديه مجلسه الذي يسيره. لقد كنا هنا سابقا. أين هو بوزيك؟ معلم بوزيك. نبحث عنه. هذا راموس، نتحدث مع راموس. اضغط هنا على فرشنا بو ترانسفور، يعني سوف اضغط روجي. You ask about the Ruby, they are اضغط هنا على occupation to Ruby. Entrance of the harbor. جيد، إذن يعطيك المكان الذي يوجد فيه الكابتن. يقول لك ليس هنا، موجود في مدخل. اوكي، نذهب مدخل الهاربور. أظن أنني وجدت مكانان، ذهب إلى هنا ثم من هنا يعود مرة بالمدخل. نعم وجدته، هو موجود هنا. هذا كما هو موضح من الخريطة، موجود في هذا المكان في من هذا الجانب. يعني على حسب الاسم الذي يعطونه لك في عندما تضغط على التخصص الخاص بك، يمكن أن يعطوك اسم لكابتن آخر. فقط اذهب إلى جوجل وتكتب لين إيدج اسم اللعبة، وتضغط اسم الكابتن قربها، وسوف يعطونك مكان بالضبط للكابتن. إذا هذا هو الكابتن الذي سيغير لنا التخصص. اوكي، هكذا كويست. إذا مباشرة يقول لك في هذه المهمة، إذا أنت تريد أن تكون روجي، روجي يعني نينجا أو هكذا، يعني اضغط سي. اوكي، نقبل المهمة. إذا هي مهمة التحول، أخذنا وعلى اجتيازه، والآن هي التحول. نفتح نافذة المهمة، أضغط هنا على الموقع، هكذا الموقع، هكذا هو الموقع. جيد جدا. إذا نذهب الآن إلى الموقع.
نشوفه بعدين هنا. أظن أرسلنا إلى هذه. نعم أضغط عليها. أضغط على كويست. أضغط على أندرستاند. أضغط على تكمي تيست. تكدي التيست يعني خذ الاختبار. جيد خذنا الاختبار الأول. رائع جدا. إذا بدأ الاختبار الآن. اضغط هنا أقرأ التفاصيل. إذا علينا نقوم باصطياد 10 عظام في رونز أوف أغوني. هيا مكتوب رونز أوف أغوني. نضغط اختار. أنا ما بضغط عليه تظهر معك هنا. أوكي إذا رونز أوف أغوني نذهب إلى البوابة للسفارة إلى تلك المنطقة. هيا بنا. إذا البوابة الزرقاء موجودة هناك. جيد. إذا كي تعرف ما المطلوب منك تقرأ هذه الأشياء طبعا. إذا يقول لك عندما تسمع هانت. عندما تسمع هانت يعني اصطاد. دي سكيتيلون اند سبارتوس هذا اسم يعني عظام سبارتوس. إن عندما اسمع إن يعني في the reigns of Agony يعني في المكان reigns of Agony. كيف سوف نجد هذا الاسم هذا المكان يعني reigns of Agony وهو بالإنجليزية وذلك. سوف نذهب إلى الجيت كيبر. الجيت كيبر هي هذه المرسلة موجودة في كل مدينة. أنا سوف نضغط عليها ونضغط تليبورت. سوف نبحث على هذه اللائحة عن reigns of Agony. اوكي يعني نبحث في الخريطة معلومات العالم ثم نخطأ طريق السايد. إذن هو نبحث هنا عن الاسم المستوى 25 هكذا تقريبا سيكون في 20 في فوق. إذا نضغط هنا للترتيب على حسب الاسم ونبحث. نذهب إلى رونز أوف أغوني يعني حرف أغ. هيا هيا رونز أوف أغوني. نضغط هنا. إذا تابع لمنطقة. جيد جدا. يقول لك تابع لمنطقة غلوديو. إذا علينا نذهب إلى غلوديو. إذا علينا نذهب إلى غلوديو. فقط تذهب هنا وتضغط على مين تاون. إذا من هنا سوف نتحدث إلى الجيت كيبر الموجودة في هذا المكان. طبعا موجودة بالخلف من هنا. هي من هنا موجودة في هذا المكان. إذا هذه التي ستنقلنا إلى المنطقة. أضغط على تيليبورت. رونز أوف أغوني سوف تجد هنا. هي رونز أوف أغوني. جيد جدا. مضغط موافق. جيد. إذا نحن في المكان والعلامة المهمة تظهر في الخارطة الصغيرة. إذا نذهب إليها مباشرة ونقتل فيها الوحوش. نقتل ونأتي بعظام سبارتو. هاي عظام سبارتو. هو الرقم واحد. جيد جدا. نحن الآن نأخذ يعني نجتاز الاختبار. الآن نحن الآن في الاختبار. جيد جدا.
اختبار تخصص، لكن الليفل السريع هو الشيء السيء في هذه اللعبة. تحميل اشياء تضغط عليها. اوكي اذا نجمعها بنفس الطريقة. اذا انا اضغط على الوحوش انت يمكنك ان تضغط فقط هنا على F1 و F2 و F3. انا فقط اختار الضغط على الوحش مباشرة. الليفل الاخير هو 130. أنا عندما تلاحظ 10/10 فقد أتممت المهمة. إذا لنعود الآن، نعود أدراجنا، نفتح الحقيبة، نضغط على لفافة الهروب. إذا عندما تفتح نافذة المهمات يقول لك تمت. اذا تمت المهمة Return to Nitty، عد الى نيتي. اذا لنعود اليها، نفتح الخريطة اذا كنا لا نعرف اين تركناها مثلا، فتقوم بتكبير الخريطة صغير هنا فيعطيك المكان هنا بالاصفر. اذا موجودة في بلودين فيلاج بلو ديال المكان الذي بدأنا فيها المهمة. طبعا هي موجودة هنا، ذا فيلاج اوف جلودين. لا تنسى انه كل تخصص يمكن ان يعطيك اسماء مختلفة واماكن مختلفة يعني لأخذ الاختبار. لذلك دائما تذهب الى جوجل تكتب اسم اللعبة لين اتش 2 ثم يعني تكتبها بالانجليزية ونكتب امامها المهمة ترانسفور كلاس، يعني ترانسفور كلاس ويعطونك معلومات. اذا كما ترى معي في هذه الخطط، هذه خطط التخصصات باللعبة. لدينا هنا الهيومن مثلا البشر، لديك في البداية تكون مقاتل بشري، بعد ذلك تختار الروغي اللي هي النينجا الذي قمنا باختياره، بعد ذلك سيكون عليك اختيار اما هاواكي او تريجر هانتر سائر الكنوز. بعد ذلك تختار التخصص الاخير في الليفل 76 اما تكون سايجيتوس او ادفنتشر. فقط ليس هناك في هذا الاصدار يعني ليس في هذا التخصص اخير، يعني فقط يا اما تريجر هانتر او ادفنتشر، وهكذا في نفس يعني في جميع التخصصات وفي جميع الشعوب. اذا اخترت مثلا الفارس تكون اما دارك افنجر او البالادين، اخترت واريور تكون اما الجلادياتور او وارلورد، اذا اخترت بشري ساحر او روحاني يعني تختار تكون اما ويزارد او كليريك، وبعد ذلك تكون اما بروفيت او بيشوب الى غير ذلك. يعني هذه التخصصات فقط. اذا في الطعم هناك انواع من الطعم، اذا وضعت عليه مؤشر يقول لك الطعم المبتدئ يعني الفائز المبتدئ ثم الفائز الليلي ثم السمك الفائز يعني. ونذهب الان نعود ونتم الصيد مرة اخرى. ايوه اقتربنا، كمان هيا فاتت صدى هذه المهارتين هنا كي استعملهما بشكل يعني اكثر. كي لا اضغط على الماوس يجب ان اضغط على المفاتيح.
حتى يكون ذلك أفضل. الآن سوف أقوم هيا سوف أستدعي ذلك توقيت أجواء أقوم بسحبها قبل أن الوقت. تم الصيد. جيد جدا. افتح الحقيبة. هيا السمكة التي اصطدناها سمكة المبتدئين. يا الهي اول سمكة لنا. اذن اصدقائي هكذا تبدو لعبة لين اتش 2 او لعبة نورسين العربية التي سوف تتطور، نتمنى ان تتطور مستقبلا يعني وتصبح لعبة قوية جدا ومشهورة جدا. ونراكم في الفيديو القادم ان شاء الله، وانظر الى السماء الجميلة. شكرا لكم وارجو ان يفيدكم الفيديو.